فالمسيح أحبائي مش مجرد كلام، المسيح مش مجرد تعليم هيك على الهامش. لما علم العظة على الجبل ونزل من الجبل بهتت الجميع من هذا التعليم وقالوا ما هذا، لم نسمع إنسان يتكلم قط مثل هذا الإنسان. تعليم يسوع كانت محررة، تعليم يسوع كانت شافية، تعليم يسوع فيها روح وحياة، تعليم يسوع بتبني بترفع النفسية، كلام يسوع يخلص، كلام يسوع يحرر، كلام يسوع يريح يطمئن، كلام يسوع بيبعث فينا الدفء والراحة والأمل وإشراقة النور في حياتنا.